بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته، اليوم غادي نحط واحد الوصفة خاصة ب مزيل العرق. مزيل العرق اللي تيكون سهل مهل تنديرو في بيوتنا وصالح باش يحيد لك العرق، ديك العرق اللي تيكون مجهد. الناس اللي تيديرو بزاف ليستيك وداكشي ولكن بدون جدوى، ديما عندهم العرق وديما عندهم ديك الريحة مجهدة، ديما هما عندهم مشكلة في ديما الشوميز ديالهم إما عرقانين إما عندهم واحد الدائرة تحت الإبط ديالهم عامرة بالماء ولكن فيها ريحة كريهة، ولو يغسلوا ولو ما عطيش يديروا ما بدون جدوى ما عندهمش حل. ولكن الحل هو هذا الحل إن شاء الله بحول الله وقوته، علاج في نفس الوقت وتبييض تحت الإبط وفي نفس الوقت مزيل العرق صالح جيد في تبييض المناطق اللي تكون بحال المرافق وفي هاد المرفق اللي تكون هنا وتحت الإبط، وفي نفس الوقت مزيل للعرق. ما نطولش عليكم بزاف، هي وصفة شعبية كانوا والدينا تيديروها ولكن هي صالحة جيدة، وفي نفس الوقت كتلقاي المرأة كبيرة وعندها تحت الإبط ديالها بيض، تتلقيها تدير وصفات طبيعية سبحان الله العظيم وتتلقيها نقية. احنا دابا بدينا نديرو بزاف الوسائل فيهم مواد كيماوية ولكن بزاف سبوا لنا بزاف المشاكل في حياتنا، وبزاف الناس بداو يعانيو من بزاف الحوايج بدون ذكر الاسماء، ولكن الله هو الشافي هو العافي. نحاولوا اول حاجه نديروها الوقت نخرجوا من الحمام نكونوا مدوشين او عايمين او خارجين من الحمام، ما نديروا حتى حاجه، ما نحاولوا ما نديروا حتى شي مزيل عرق او اي حاجه او كريم او اي حاجه. تنشوف ان النساء في الحمام تيبقاو يدهنوا وداك الشيء ما خاصهمش، المسامات يكونوا محلولين. تنبرد ونجي من الحمام ونبقى يوم نبقى على الاقل 6 ساعات وعاد ندير المزيل العرق، لان المسامات محلولين والعروق ديال الجلد الجسد محلولين. اذا نحاول نعطيكم هاد الوصفة مزيل عرق طبيعي وفي نفس الوقت مزيان وغادي ديريه وفي نفس الوقت غادي يعالج بزاف الحوايج. غناخدو معلقة ديال الشبة مطحونة، معلقة ديال الشبة مطحونة. غناخدو اي كريم عندكم، اي كريم. انا خديت هذا ديال نيفيا ما بقاش فيه بزاف وغادي نخدم به دابا ان شاء الله. غادي نحط هو فيه تقريبا معلقة كبيرة ديال كريم، وغادي نضيف هاد الشبة غادي نضيفها هنايا، وغادي نضيف المسك السائل ام مسك قطع، نحكو بالحكاكة ونحاول انني نضيف اليه مسك سائل ام مسك قطع. انا رطبت شويه ها هو رطبته شويه زيت المسك رطبت شويه هنا، وغادي نضيف ليه شويه اخر هاد المسك هذا ب5 دراهم. هاد المسك غادي نضيف شويه هنا المسك الابيض، اللي بغى يحاول انه يضيف لهاد الشبه يحاول انه يخلط مزيان
هاد مزيل العرق، هيولي بحال الكريم، هيولي بحال الكريم. ونبدا نستعمله في وقت منكون في البيت نديرو. هاو شتيه، غادي نديرو في هاد القنينة الصغيرة باش نعقل عليه. كل مرة نديرو ولو يكون في الصاك ديالي نحاول انني نديرو. هاو ساهل ماهل وفي نفس الوقت مزيان. هو شتو هو غادي ندير هانتوما كيفاش يخرج. شو هاد في نفس الوقت هذاك الكريم تي مع الشبه تيولي سائل، تتولي ديريه بسهوله، ما تبقاش ديك هذيك الشبه، ما تبقاش ديك الشبه في نفس الوقت تبقى تحبب تحت الباط ديالك. انت عادي هاو. اذا نديروها راه مزيانه لازاله العرق من تحت الابط. نحاولوا نديروه ان شاء الله بحول الله وقوته. اذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا انكم تدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.